السلام عليكم، كيف حالكم طلابنا الأعزاء؟ اليوم رح نحل مع بعض التمارين المتعلقة بدرس الصداقات والسلوك. منبلش بالتمرين الأول برينجي إت كان ليك. بهذا التمرين عاطينا مثل ما نكون شايفين مجموعة من الجمل من داخل النص، تمام؟ في هاي الجمل يوجد عندنا ما يسمى ديملار. ديملار يلي هي مثل ما حكينا بدرس سابق المصطلحات. المصطلح هو عبارة عن مجموعة من الكلمات، مثل هون هي صابن بالمك، بيكون معناها الحرفة غير المعنى المقصود، تمام؟ هون طبعا حاطة لي تاهمينيم يعني تخمينة، سوزلوك انضم المعنى ضمن القاموس، نحن فورا رح نعطي المعنى ضمن القاموس. هي صابن بالمك، المعنى ضمن القاموس تطملو أولماك. تطملو أولماك يعني إن يكون شخص بحسبه كتير، يعني تقريبا مثل البخل. دارا دوشميك، دارا دوشميك المعنى لهذا الديم المصطلح برا سكنت سنغيرميك، يعني الدخول في شو مشكلة مالية، يعني ضائقة مالية. جذني أويكو جيرميميك، هذا المصطلح شو معناته؟ أويو يا ماماك، أويو يا ماماك يعني عدم القدرة على النوم. أويكو سوس كالماك يعني البقاء نعسان. إيبو جو فارميك، إيبو جو فارميك أنا ذكرتها خلال قراءة النص، إعطاء تلميح. طيب شو معناتها بالتركي؟ أران لان جارتشيه ولاشترا بليجيك شيلي الجلي، يعني الشغلات يعني شيء متعلق بإيصال الباحث إلى الحقيقة. كيف أنا بوصل الباحث إلى الحقيقة؟ أنو بولمايا لأجل إيجاد الحقيقة شو بعمل؟ يريان بيلجي فارميك، إعطاء معلومة مفيدة. يا ريان بيلجي فارميك اللي هو ابو جو فارميك، اعطاء تلميح. طيب اللي بعده ابن وجنو كاتشرماك، يعني اضاعة طرف الخيط. شو معناها ضمن القاموس؟ يونيتم دي فيا بير شي كلان مدى جريكان اولتيو يترميك، يعني اني افقد فقدان يترميك التدبير اللازم لا الإدارة أو لشيء ما، يعني أني ضيع طرف الخيط. أطسان أطلماز، ساتسان ساتلماز مثل ما حكينا هو شيء يقال للشغلات يلي ما بنحسن نستغني عنها. شو معناها ضمن القاموس؟ إشي يرمض فيا سكنت فاردية هالدي، يعني على الرغم من أنه شو بيعمل سكنت فاردية بيعطي مشكلة، إشي يا رمضان ما بفيد بشيء. فاز جيتش الميان لا يمكن التخلي عنه، شيء لار الأشياء يعني الأشياء اللي ما بتخلى عنها على الرغم من إنها ما بتفيد بشيء وبتعطيني مشاكل. ذيك يمثلار والأشخاص كمان نفس الشيء يلي بيكونوا بيعطوني مشاكل وما بفيدوني بشيء. إتشين سويلينام بيرسوس يعني كلمة تقال لهذه الأشياء، تمام؟ يعني شغلات ما بتفيدنا بشيء مع ذلك ما بنحسن نتخلى عنها. طيب اللي بعده قلب كرمك كسر القلب. انجيت ميك الجرح يعني انك تجرح حدا. بنول كرمك كمان انك تكسر له قلبه لهذا الشخص. ايتيني دوك ميك شو معناته هذا المصطلح؟ داردني انلطمك يعني انك تشرح همك، شخص يشرح همه. فراه لماك الفضفضة، راحت لماك الارتياح، تمام؟ قيمتني بالميك إن معرفت القيمة، قيمتني بالميك شو معناتها ضمن القاموس؟ أنامني ديارني بالميك يعني أن أعرف أهمية أو قيمة أي شيء، قيمتني بالميك، تمام لهون؟ طيب منكمل مع بعضنا. الإكينجي إتكان لك شو بدهم بالإكينجي إتكان لك؟ أشادكي سرولاري أقدو نزمة دان حركة ليانت لاينز، يعني جاوبوا معانا عن هاي الأسئلة من خلال قراءة النص. طيب نشوف الأسئلة مع بعض. البرنجي أول سؤال، هاجيوات كاراجوز إلي بارشمك إتين نص البيريوت إزليور، شو عمل هاجيوات لحتى تصالح مع كاراجوز؟ شو هي الطريقة يلي استعملها يول إزليو؟ شو الطريقة يلي بيستعملها؟ أنا بايرام هدية سألدن سويليور، أخبروا إنه جبلوا هدية العيد. بايرام هدية س. طيب السؤال الثاني، هاجيوات كاراجوزة هدية فيريريك نيل ديت ميك استيور، لما هاجيوات عم يعطي لكاراجوز هدية شو بده من هذا الشيء؟ طبعا عشان يتصالح معه. ونون لا بارشمك استيور، بده يتصالح معه بارشمك استيور.
طيب السؤال اللي بعده، كارغوز نيه كستونو هاترلا يا ماماسن رامن هاجي واتا كارشبو توتومونو سيس جيندان ديوان الترميكتدر. طيب يعني ليش كارغوز على الرغم من انه اصلا مو متذكر الخصومي لساته متمسك بانه يضل واقف ضده لهجوات؟ شو كان السبب؟ تذكروا كارغوز حكى إنادم إنات، يعني هو شخص عنيد كارغوز، فاذا إناتش أولدو إتشين كونه شخص عنيد. طيب اللي بعده هذا السؤال عم يسألكم سيز جهوة جيوات اللي كارغوزون دو سلوا بقش أج أتشلارين دان فارك لدر، يعني ليش وجهات نظرها جيوات وكارغوز مختلفة؟ طبعا هاي عبارة عن سؤال للنقاش محلنا. السؤال اللي بعده كارغوزون بارش ماما كونو سندكي إناد ها جيواتن إسي بارش ما كونو سندكي ينتمين لري دورو بليور مسنوز. عم يسألونا أنتو عم تلاقوا كارغوز عناده بموضوع الصلح أفضل ولا الطرق يلي استعملها هاجوات للصلح أحسن؟ يعني العناد أفضل للصلح ولا الطرق أنه نحاول نصالح أصدقائنا وندان؟ شو السبب باعتقادكم؟ طيب أنا هيك حليت لكم إياه هون البيشنجي. كارغوزون إناديا لشتر العناد يلي عمله كارغوز خطأ، هاجواتن ينتمن لرين إسي دور دور، أما الطرق يلي اتبعها جوات للصلح هي دور دور الصحيحة. چونكو ليش؟ هاي جواب ندان. gerçek دوستلوكتا في الصداقة الحقيقية ne olursa olsun شو ما صار يصير دوستلار uzun küs kalmazlar، الأصدقاء ما بيضلوا وقت طويل شو متخاصمين küs kalmazlar. طيب السؤال السادس kalbine kırdığınız birisiyle barışmak için nasıl bir yol izlerdiniz؟ لو انتو كسرتوا قلب حدا شو هي الطريقة اللي بتستعملوها لتصالحوه؟ طيب نشوف شو كنا عملنا. انا بالنسبة لي ازور ديلاردم كنت اعتذرت فيا او انا بير سوربريز يا باردم او كنت جهزت له مفاجأة لحتى يسامحني. تمام لهون يا اصدقاء أصدقائي منكمل مع بعض بالأتشنجو إتكين ليك أكدو نزمتنين كونو سنو أنا فكريني في أردمج فكري لليني بولونوز. شو عم يطلبوا مننا؟ أوجد متنين كونو سنو، يعني متنين كونو سنو موضوع النص، متنين أنا فكري الفكرة الأساسية للنص، ومتنين يأردمج فكري لري والأفكار المساعدة للنص. طيب متنين كونسو الموضوع الأساسي شو هو؟ مثل ما حكينا توست لوك الصداقة. متنين أنا فكري الفكرة الأساسية للنص شو هي؟ بير إنسان توست لو إنسان لار إتشين إن جزال هدية در، أجمل هدية لأي إنسان شو هي؟ صداقة شخص آخر. متنين ياردمج فكري ديري الأفكار المساعدة، الفكرة الأولى هاي دوستلوك صادجة جزاد جلار إتشين ديلدر، الصداقة ليست فقط للأيام الجميلة كتو جلار ددي وأيضا في الأيام السيئة دوستنون ياننضا أولمانيدر، لازم تكون بجانب صديقك في الأيام السيئة أيضا. الفكرة الثانية هاي ني أولورسا أولسون شو ما صار يصير إنسان دوستوندان واز جيتشميلي، لازم الإنسان ما يتراجع أبدا عن صديقه أو يتخلى عنه. أصدقائي بتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الدرس ونلتقى مع بعض إن شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.